السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات تانية ثانوي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. أنا مسيو خالد وأنت على قناة مسيو أونلاين. في درس النهاردة هنكمل الجزء الثاني من مراجعة ليلة الامتحان، وهنبدأ بالقواعد. ويلا نبدأ على طول، بسم الله. السؤال بتاع القواعد يا شباب عليه 8 درجات وهو 8 أسئلة. تعال نشوف السؤال الأولاني. لا جار اي اون فاس ميوزي، المحطة بتكون في وجه أو أمام ميوزي المتحف. طبعا كلمة ميوزي مفرد مذكر، تاخد دو ولا دولا ولا دي ولا دي؟ طبعا تاخد دي عشان مفرد مذكر. اخد بالي ان ميوزي مذكر. 2. سارة، هنا امر، يا سارة سور لو تروتوار، امشي على الرصيف. يبقى هنا اقول مارش الاولى ولا الثانية ولا مارشي ولا مارش اللي مع ال والال في الجمع؟ طبعا هتبقى الاولى اللي من غير اس عشان ده امر. 3. ما طونت ايه، عمتي بتكون، هنا اكتريس ممثلات، فارماسيان صيدلي، ميديسان طبيب، فيتنرير اطباء بيطريين. طبعا ميديسان بتمشي للمذكر والمؤنث، اذا هي الاجابه الصحيحه. 4. اوجوردوي، النهارده، ايل بلوفيو، النهارده ايل في بلوفيو. لما يجي عندي ايل اخد في على طول، لما يجي عندي تون اخد ايه، يبقى الجو بيكون ايه، ممطر. 5. مي كوبان ابيت، اصدقائي بيعيشوا فرنسا. هنا لما يجي عندي دولة مفرد مؤنث وفرنسا مفرد مؤنث اخد اون فرنسا على طول. 6. جو ني فيان با، انا لم اتي، بارك داتراكسيون، بارك داتراكسيون مفرد مذكر، اخد دي وما تتاثرش بالنفي عشان هنا حرف جر مش اداة تجزئة. 7. دون زينير، في خلال ساعة، جولي دوسكي، ده هو مستقبل يا شباب عشان قال لي في خلال ساعة يبقى لسه بعد ساعة. جولي هتعمل ايه؟ هتمارس التزلج، يبقى هنا هناخد في المستقبل فا فير عشان فير بقلم اتصرف مع جولي هي وفير في المصدر. ليزار بربير لور في، الأشجار بتخسر أوراقها برونتون. طبعا هنا ما ناخدش اون لأن كل فصول السنة بتاخد اون ما عدا برونتو بياخد او برونتون. نكمل التمرين الثاني. هنا يا مدام اتونسيو لا فواتير، انتبهي من العربيه. هنا مدام هاخد فيرب متصرف مع او زد، هاجي اشوف هنا مش هلاقي حاجه فيها او زد، يبقى هاخد فيت الثانيه لان دي متصرفه مع الفو يا شباب. خلي بالكم ان اخرها اي اس لكن متصرفه مع الفو. رقم 2. ماميزون ابري، البيت بتاعي بيكون بالقرب، بلس اوبرا، من ميدان الاوبرا. كلمه بلس كلمه مفرد مؤنث، هتاخد دولا ولا دو ولا دي ولا دي؟ طبعا هتاخد دولا. 3. بور لو تون، بالنسبه للطقس، il n'y a pas، لا يوجد بالوي. طبعا هنا عندي جمله منفيه يبقى انا هاخد ايه، هاخد دو لان هنا بتتاثر بالنفي، ما ينفعش دولا. ليه؟ لان في عندي نفي. طب بالوي مفرد مؤنث ما تاخد دولا؟ ما ينفعش، ما قلت في نفي. 4. اون جانفيه، في يناير، لي مونتان سون اون، الجبال بتكون بي. هنا لما يجي لي عندي اون لازم اخد وراه اللون مفرد مذكر، هدور هنا على اللون مفرد مذكر هتطلع الاولى بلون. 5. دوما، غدا، ده مستقبل، ما فامي، عيلتي، الامير، طالما لقيت مستقبل يبقى لازم اخد فيرب الي وبعد منه فيرب في المصدر. طب عيلتي هصرف معاها ازاي؟ عيلتي مفرد مؤنث يبقى هصرف اكني بصرف مع ال هي، يبقى هنلاقي هنا فا الي، دي الاجابه الصحيحه. 6. كون il fait chaud، عندما يكون الجو حار، جو في، انا بعمل ناتاسيون. ناتاسيون ديت مفرد مؤنث، هنا هجيب اداة تجزئة قبلها عشان عندي فيرب فير، فيرب فير بياخد ادوات تجزئة، يبقى هنا هاخد دو لا. 7. لو جروب دو توريست، الجروب السياح او كندا، عايز يقول جاي من دو كندا، عايز يقول جاي منين؟ من كندا. طيب هنا الجروب ده مفرد تمام مش جامع يا شباب، كلمة لو جروب اهلو تمام يبقى مفرد مذكر، ماليش دعوة بكلمة توريست، يبقى هاخد فيا، يبقى هاخد اللي متصرفة مع ال والاف في الجمع ولا اللي متصرفة مع ال والاف في المفرد ولا متصرفة مع النو ولا متصرفة مع الفو؟ طبعا اللي متصرفة مع ال والاف في المفرد، وخلي بالي ان نهايتها او ان تي زي اللي متصرفة مع الجمع، بس شايف اللي في الجمع كبيرة ازاي وفيها 2 ان، خد بالك من النقطة دي كويس قوي. 8. ميتيي بريفيري فو او فوتير، مهنة أو مهن أنتم تفضلوا تكون فين؟ في المستقبل. طيب هنا يا شباب كلمة ميتيه جمع مذكر، هتاخد كيل ومؤلين ديت بتاع الجمع المؤنث
والتانية دي مفرد مذكر، مفرد مؤنث، الأخيرة جمع مذكر والإجابة الصحيحة. نكمل التمرين رقم 3. سارة إي علي سون، سارة وعلي بيكونوا أون فيل، في المدينة. طيب هنا سارة وعلي جمع مذكر، بردو ديت مفرد مذكر تايهين يعني، ديت جمع مذكر، جمع مؤنث، الأخيرة مفرد مؤنث. طبعا علي طالما موجود يبقى جمع مذكر، يبقى التانية. 2. تو يي دو جيزي، أنت بتكون متنكر. أون فيرميير، في زي ممرضة، أو أنت بتكوني متنكرة في زي ممرضة. طيب هنا كومبيان محتاجة دو، محتاجة اسم جمع وراها، كيل هتبقى أي. أون كوا، في ماذا أنت متنكرة، كيسك ماذا أنت متنكرة، ما تنفعش، يبقى أون كوا هي الإجابة الصحيحة. 3. ميزامي، أصدقائي، فيزيتي ما نوفيل ميزون، يا أصدقائي تعالوا زوروا بيتي الجديد. طيب هنا هصرف مع يا أستاذ، ميزامي جمع وده أمر، يبقى هصرف مع الفو، يبقى فينو. 4. ما فيل إلوان، بيتي بيكون بعيد، كابيتال دو بي، عاصمة البلد. كلمة كابيتال كلمة مفرد مؤنث، يبقى هاخد إيه؟ دولا، دولا كابيتال. نكمل رقم 5. بلوتار، فيما بعد، يبقى ده مستقبل. اون نحن دو كومبينج على مونتاني، هنخيم فين؟ في الجبل. طب طالما ده مستقبل يا شباب، يبقى انا لازم فيرب الي زائد الفعل بعد منه في المصدر. طب هصرفه مع الضمير اون اكنه ايل، هو يبقى فافير الاخير ده يا شباب. 6. لو تون، الطقس تري شو اون اوتون، الطقس بيكون حر جدا في شهر اغسطس. طيب طالما لقيت لو تون تاخد وراه فيرب اتر على طول، ندور على اتر اهو الاخير، لو لقيت ايل خد في. 7. جو باس مي فاكونس، انا بقضي اجازتي لندن، في لندن. يا بختك يا سيدي، طبعا لندن ديت مدينه، والمدينه ديت مش جمع، مفيش مدينه على وجه الارض جمع يا شباب، يبقى تاخد ا لندن. 8. سون تي بروجي اون فاكونس، تكون مشروعاتك في الاجازه. طيب هنا جمع وبروجي جمع مذكر، هتبقى كل التالتة اللي هي جمع مذكر. نكمل تمرين رقم 4. هنا رقم 1 بيقول لي او برانتون في الربيع لو في دي زار بيرسون، اوراق الاشجار بتكون. تمام هحط هنا صفة مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث ولا جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ اوراق كلمة جمع مؤنث، اخلي بالي ان ورق الشجر مؤنث لكن الشجر نفسه مذكر، بس انا هنا بوصف الورق، يبقى لازم يكون جمع مؤنث، يبقى فيرت الاولانيه هي الصحيحه، بتكون خضراء. 2. سون لي سيزون دو لاني، يكون تكون فصول السنه. هنا قال لي ايه؟ كلمه سيزون كلمه جمع مؤنث، هنا هناخد كلمه ال واحده دي بتاعت المذكر، الثانيه دي مفرد مؤنث، جمع مذكر، الاخيره جمع مؤنث، وهي الاجابه الصحيحه. ما تكون فصول السنة. 3. سامدي بروشان، السبت الجاي، يبقى ده مستقبل. ميزامي، أصدقائي، شيموا، أصدقائي هيأتوا عندي أو هيجوا عندي، يبقى هنا صرف اللي زائد الفيرب في المصدر، صرفه مع مين؟ مع إيل وإيل في الجامع، تبقى فون فينير. طبعا صح الإجابة الرابعة. 4. لي توريست، السياح فيين يأتوا أمريكا، هنا كلمة أمريكا كلمة جمع، يبقى دي على طول ديز أمريك. 5. فو راكيت مدار باك سيلفو بلاي، هنا سيلفو بلاي أصرف على طول مع الفو، يبقى هنا أبورتي أحضر مدار باك لو سمحت. 6. كيل تون في، الجو بيكون، طالما لقيت في خد إيل على طول، في تيل. دون لا سواري، بيكون عامل إيه في المساء. 7. بورا لي، لكي تذهب، جار سيلفو بلاي، ده واحد بيسألك في الشارع عشان أروح المحطة أعمل إيه؟ طبعا كلمة جار كلمة مفرد مؤنث، يبقى اللي ألا جار. 8. سو ني با، إنه لا يكون، سكارابي، سكارابي يعني خنفسة. طبعا كلمة سكارابي كلمة مفرد مذكر يا شباب، وأوعى تنخدع في الاتنين قول لي في الآخر دول، يبقى أن أن سكارابي. نكمل التمرين رقم 5. جي بور، انا لدي خوف او انا خايف، اليا كوكسونيل، كوكسونيل يعني دحسوقه، انا خايف عشان بيوجد دحسوقه، ده هنا بياكلوها. طيب كوكسونيل ديت مفرد مؤنث، اذا هاخد اين. 2.
إليمون تو بريفير دون لا ناتير، عناصر أنت تفضل في الطبيعة. طبعا كلمة إليمون كلمة جمع مذكر، يبقى هاخد كلمة إل واحدة بالإس. تلاتة، أون فيل في المدينة، جو مو دي بلاس أنا أتنقل، مترو. طيب هنا لما تيجي وسيلة مواصلات متغطية بركب بداخلها أقول أون مترو. طيب أربعة، فو فونو الأقصر، عايز يقول نحن نأتي من الأقصر. طبعا هنا الأقصر مدينة ومفرد، وكل المدن بتاخد دو ما عدا القاهرة والفيوم وسينا وآخر بتاخد دي اللي هي ديو. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى الأولى. خمسة، كيسكو فو، ماذا أنتم؟ على بلاج، ماذا أنتم تعملون في البلاج أو على الشاطئ. طيب هنا صرف فيرب فير مع الفو آخر إو إس، يبقى فت الأولى. ستة، إليا يوجد سولي بوندون لا جورني، شمس أثناء النهار. طبعا كلمة سولي كلمة مفرد مذكر، ناخد دي. أربعة، بيانتو مبكرا ميزامي أصدقائي لو ميوزي إيجيبسيان، لو ميوزي إيجيبسيان المتحف المصري. قريبا أصدقائي سوف يزوروا المتحف المصري. طب ميزامي يبقى هاخد فون فيزيتي الأخيرة. تمانية، نو سونتو ديجيزي، احنا بنكون متنكرين بروفيسيون. هنا لما يجي ديجيزي خد وراها اون، يبقى اون وبعدين الزي او المهنة. طيب نكمل التمرين السادس. رقم واحد، مون فيان فيه هنا خطأ الشباب، يعني مثلا مون امي فيان صديقي ياتي، ميزون اونتي، ميزون اونتي بيت الرعب، وكلمة ميزو كلمة مفرد مؤنث، طبعا هتاخد دولار. لي مونتاني روس اللي هو قطار الموت، سا بور، سا في بور، يخيفني. تلاتة، مسيو يا سيدي، فوزيت اون كوا، انت بتكون متنكر في ماذا. طيب هنا فوزيت، طبعا هاخد كلمة متنكر كلمة مفرد مذكر، مش هينفع يا شباب جمع، اوعى تنخدع بكلمة فوزيت، لأن عندي مسيو مفرد مذكر، يبقى هاخد ديجيزي التالتة اللي هي مفرد مذكر. أربعة، جابيت لوان مون إيكول، أنا أسكن أو أنا أعيش أو أسكن بعيدا عن مدرستي. بس خلي بالي إن عندي هنا صفة ملكية، يبقى لازم أخد دو، ما ينفعش أخد إيه دو إلا بوستروف، وأصلا ما فيش دو إلا بوستروف، إيكول بدأ بحرف متحرك كانت تاخد دو إلا بوستروف لو ما فيش مون. خمسة، لو بروفيسور دوموند أوز إليف، المدرس بيطلب من التلاميذ إن هم يعيدوا الإيه الدرس. هنا طبعا يا شباب أمر، يبقى أقول لهم ريبيتي، عيدوا الدرس أو كرروا الدرس، يبقى هنا هستخدم إيه الفيرب المتصرف مع الفو عشان ده أمر. ستة، سارة إيه منى، سارة ومنى بيكونوا دون لا كورس، فين؟ في السباق، عايز يقول بيكونوا الأول في السباق. طيب هنا منى وسارة يعني هما بيكونوا، هتبقى لي بريمير اللي هي التالتة، عشان منى وسارة مؤنثين. سبعة، تو فا فيزيتي، هل أنت سوف تزور بي أون أوروب، بلد في أوروبا. طبعا هنا بي تنفع مفرد وتنفع جمع، وطبعا هي مذكر، هتبقى كومبيا دو. طب كيل دي بتاعت مؤنث، جمع مؤنث، كوا ماذا هنا مش هتنفع، كيسك برضه مش هتنفع، يبقى هنا يقول له أنت سوف تزور كم بلد في أوروبا، يبقى هنا بي هتتعامل معاملة الجمع، يبقى كومبيا دو، يبقى كومبيا زائد دو زائد اسم جمع. تمانية، مون أمي إي دورجين، صديقي بيكون من أصل، كلمة دورجين لما تجيلك خد وراها صفة الجنسية مفرد مؤنث على طول، إيطاليان إيطاليين، طبعا إيطاليين هي الصح، ما تنفعش جمع خالص. التمرين رقم سبعة، إتيان ليزانسوندي، يطفي الحرائق، سي لو بومبي، إنه رجل الإطفاء، هتبقى كيل أي أو ما، كي من، كيسك ماذا، كومو كيف، من يطفي الحرائق هي الإجابة الصحيحة. اتنين، نو نيفيزون با سبور فيلون، نحن لا نمارس رياضة عنيفة. طيب هنا نفي وبعد فيرب فير، بعد فيرب فير بيجي أدوات تجزئة، طيب أداة التجزئة في حالة النفي تتحول لدو، يبقى أخد دو الأخيرة. تلاتة، جو نابيت با أكوتي، أنا لا أسكن بجانب لسي، لسي مفرد مذكر، يبقى هنا هاخد دي. أربعة، أون فيل في المدينة، جبرون نحن نأخذ،
فواتير. كلمة فواتير كلمة مفرد مؤنث، هتبقى اون ولا آ ولا لو ولا لا. عندي فيرب بروندر بياخد أدوات معرفة، ما بياخدش حروف جر، يبقى ناخد لا فواتير. خمسة، اون فاكونس بروشين، في الأجازة القادمة جو لا فرانس. طالما قلت بروشين يبقى ده مستقبل، يبقى جي فيرب اللي متصرف زائد الفيرب بعد منه في المصدر، تبقى جو في فيزيتي. دي الإجابة الصحيحة. رقم ستة، اون باس ان بوتون، احنا بنقضي وقت جميل اسباني، في اسبانيا. اسبانيا دولة مفرد مؤنث، عرفت منين؟ ان هي منتهية بالاو ومش من الاربع دول المستثنيات. طيب هتبقى اون اسبانيا. هنا بعد كده منى، اي لا فان، اي منى بتكون الواحد والعشرين، دون لا كورس في سباق. طيب هنا انا عندي منى مؤنث، يبقى اخد هنا ايه؟ اي انيم. تمام. المقطع يم يا شباب ينفع اضيفه للعدد ان، بس بشرط انه يكون مركب 21 31 41. اما العدد الاول واحد فبيبقى بريميير، والمؤنث بريميير. اخد بالي من دي كويس قوي. بعد كده لا مير، البحر، سي مون ليو، انه مكاني ايه؟ المفضل. طيب هجيب صفه تمشي مع كلمه ليو اللي هو المكان مفرد مذكر، يبقى بريفيري الاولى. التدريب رقم 8، اوجوردوي النهارده، il ne pleut pas، الجو ما بيمطرش، الكسندري. هنا كلمة الاسكندرية مدينة، ناخد قدامها حرف جر يا شباب. كل المدن على وجه الأرض بتاخد أ ما عدا القاهرة والفيوم وسينا وأفر، بياخدوا إيه؟ بياخدوا أيو، وباز وأفان بياخدوا ألا. يبقى الإجابة الصحيحة أ. اتنين، لونج بارليفو، لغات أنت تتكلم. عايز يقول لي أي لغات أنت تتكلم. كلمة لغات هنا كلمة جمع مؤنث، يبقى كلمة مؤلم بالإس الأخيرة. ثلاثة، جو باس دو، أنا بقضي أجازة جميلة في باريس. هنا كلمة فاكونس كلمة جمع مؤنث، تاخد بون الأولانية اللي هي جمع مؤنث بالإس. أربعة، دوما بكرة، إيل فون، هما سوف، ألا فيت، هما سوف يأتم إلى الحفلة. طيب هنا أنا عندي فوم الصرفة، يبقى أجيب الفيرب بعد منها في المصدر اللي هو فينير. خمسة، ميز أمي سون دو ناسيوناليتي، أصدقائي بيكونوا من جنسية. بعد كلمة جنسية دي يا شباب، أو لما ألاقي كلمة جنسية دي في الجملة، لازم آخد صفة الجنسية مفرد مؤنث. هنا أدور على المفرد المؤنث هلاقيه تونسيان، تونسية. ما ينفعش اخدها جمع مذكر ولا جمع مؤنث ولا مفرد مذكر. ستة، مون فرير فيا، اخويا بياتي، بارك داتراكسيو. كلمة بارك داتراكسيو كلمة مفرد مذكر، هتبقى دي بارك داتراكسيو. سبعة، اونيفير، في الشتاء، نيج بكو، هنقول هنا ايل نيج، الجو بيمطر كثيرا، هناخد ايل الاخيرة لان ايل دي تعود على الجو، والجو مفرد مذكر يا شباب، ما ينفعش او ولا ايل ولا ال في الجمع. نكمل. 8، لا ميتيو، الطقس، ايترو، كام، عايز يقول لي بيكون برد جدا في مدينة ايه؟ في مدينة كام. عندي لا ميتيو مؤنث، يبقى اخد فرواد مؤنث. 9، سير لوستاد، ليرب ايه، على الاستاد الحشائش بتكون، على الاستاد الحشيش بيكون فيرت، أخضر، الحشيش مفرد مؤنث. سون تي باسيون، تكون هواياتك، كلمة هوايات هنا الجمع مؤنث، إذا الإجابة الصحيحة كلمة مولين بالإس الأولى. ثلاثة، أونيفير، في الشتاء، إليا، بالوي، يوجد، مطر، كلمة مطر كلمة مفرد مؤنث، يبقى إليا دولا بالوي الأخيرة. أربعة، أبريم دوما، بعد بكرة، أون ديسكات، عايز يقول احنا سوف نمارس ايه؟ لعبة التزلج او الاسكات اللي هو التزلج على اللوح بالعجل. طيب هنا ده مستقبل يا شباب، وهصرفه مع الاون، يبقى عندي هنا ايه؟ فافير التالتة. خمسة، اون فاكونس، في الاجازة، جو فيزيت، انا بزور فرانس. طبعا هنا فيزيت محتاجة اداة معرفة، مش محتاجة حرف جر، ازور فرنسا، يبقى فيزيت لا. رقم ستة، فونيفو، أنتم تأتون، دولا أفان، من مدينة هافان. طيب هنا من أين أنتم تأتون؟ يبقى دو. سبعة،
ما سيزون بريفيري، فصل المفضل سي برانتون. طبعا انه الربيع، الربيع تاخد لو، وهنا ما ناخدش حروف جر، ناخد لو، ما ناخدش او يعني. 8 علي اموا، علي وانا، اوني احنا بنكون، الافيت احنا بنكون سعداء في الحفله. طيب هجيب هنا كونتون جمع مذكر، الاولى مفرد مذكر، الثانيه مفرد مؤنث، الثالثه جمع مذكر هي الاجابه الصحيحه، اما الاخيره جمع مؤنث مش صحيحه. نكمل التدريب رقم 10، شوازي لا ريبونس كوريكت، اختار الاجابه الصحيحه. بوتون وقت جميل او طقس جميل، عايزين هنا نقول يا له من طقس جميل. كلمة تو كلمة مفرد مذكر، وقبلها بو مفرد مذكر برضو، يبقى ناخد كلمة وإلا واحدة الأخيرة. 2 كومون لامي تيو اوني تي، كيف يكون الايه الطقس في الصيف، يبقى ناخد فيرب اتر يا شباب وهتبقى كومون اي. 3 لا كولير ديزاربر اي، الوان الاشجار بتكون، هنا بنوصف اللون، اللون مفرد مؤنث، هنجيب لون مفرد مؤنث هتبقى فيرت. 4 لا فواتير اي، العربية بتكون لي دو موتو، ما بين الموتوسيكلين الاتنين، يبقى اونتر. 5 اي اون اي تون كارتيي، يكون حيك، الي كالم، هو بيكون هادئ، يبقى كيف يكون حيك؟ كومو. 6 نوزابيتون، نحن نسكن، تروازييم ايتاج، ايتاج مفرد مذكر، اذا ناخد او تروازييم. سارة باس دوفون، سارة تمر امام، ويتيم كوريوز، المتسابقة رقم 8، يبقى هنا لا، عشان كلمة كوريوز متسابقة، يبقى لا. 8 دوما بكرة، لو جروب امي، 8 دوما لو جروب دامي، بكرة جروب الأصدقاء، دون لو لاك، عايز يقول إيه بقى؟ سوف يعوم في البحيرة، نصرف مع المفرد عشان لو جروب مفرد، يبقى فاناجي، سوف يعوم. كمل التدريب رقم 11، سي لا شوف سوري، خفاش، إنه يكون إيه؟ خفاش. هنا معنى السؤال سي كوا، ماذا يكون الخفاش؟ هو إيه الخفاش بالظبط؟ ما تنفعش كيل أي أو ما، ولا كي من بتسأل عن عاقل، ولا كي بمعنى ماذا وتيجي في البداية. 2 نوزالو فينير، نحن سوف نأتي أوروب سوسوار، من أوروبا هذا المساء، يبقى أنا عندي يا شباب فينير دو، هنا قارة بادئة بحرف متحرك، ناخد دي أبوستروف. 3 كيسكي تو، ماذا أنت؟ دوما سوار، ماذا أنت تفعل غدا مساء؟ طيب غدا يبقى مستقبل، ماذا أنت سوف تفعل غدا مساء؟ يبقى التو متصرف معاها الفا، تبقى فا فير. التالتة 4 أونيفير لا كولير دي مون إي، في الشتاء لون الجبال بيكون، طبعا هنا يا شباب أنا بوصف كلمة لا كولير اللي هي قبل الدي، تبقى بلونش مفرد مؤنث. نكمل 5 ميز امي موا دو فو بروجي، اصدقائي او يا اصدقائي، عشان هنا امر، هنا بيقول ايه؟ كلموني عن مشاريعكم. طيب هنا بيكلم جمع، ياخد اللي فيها او زد، يبقى بارلي. 6 لو ميوزي ايجيبسيان، المتحف المصري، اي بيكون جار رمسيس، محطة رمسيس، يبقى بيكون ايه؟ بجانب محطة رمسيس. لوان دو بعيد عن، دوفون أمام، أكوتي دو لا بجانب المحطة، بري دو بجانب، طبعا أكوتي دو لا جار بجانب المحطة. 7 تو يا إن موفي أمير، هو لديه مزاج سيء، بارسكو جيبور، عشان هو خايف. لماذا هو لديه مزاج سيء؟ عشان هو خايف، يبقى بوركوا. 8 مون بير فا فواياجي، والدي سوف يسافر روس، الى روسيا، روسيا دولة مفرد مؤنث، يبقى ناخد اون روس. نكمل 12 لو ويك اند
في الويك إند جي مالي أنا أحب أن أذهب فوري إلى الغابة. طبعا الغابة مفرد مؤنث يبقى ألا فوري. اتنين فو فيت أنت تمارس سكات، سكات مفرد مذكر تبقى دو سكات. طبعا فيرب فيرب ياخد أدوات تجزئة. تلاتة فلور تو كولتيف دون لو جاردان، الزهور أنت تزرع في الحديقة. يبقى هنا عايز يقول لي أي زهور أنت تزرع، الزهور جمع مؤنث تبقى الأولى. أربعة لو طون الطقس شو اونيتي، حر فين في الصيف. يبقى بيكون لما نلاقي لو طون ناخد فيرب إتر وراها. خمسة نو فونو نحن نأتي إتازوني، إتازوني جمع يبقى ناخد دي. ستة بلوتار متأخر جدا أو فيما بعد، علي إموا علي وأنا فيزيتي لو ميوزي ميوزي دورساي، إحنا بنزور المتحف. طيب دوت يا شباب مستقبل هيبقى علي إموا بتساوي نو يبقى ألو فيزيتي. طبعا هنا عندي المفروض إن أنا آخد ألو بس فيزيتي متكررة مرتين اتنين. سبعة لا مير دوموند آ صافي، الأم بتطلب من بنتها آ تا شومبر إن هي تذهب إلى حجرتها. طب هتقول لها اذهبي إلى حجرتك، هتصرف مع التو هتبقى فال أولانية وهنحذف منها الإس عشان ده أمر. تمانية أنسكت تو نيم با، حشرة أنت لا تحب، أي الحشرات أنت لا تحب، هنا الحشرات جمع مذكر يبقى ناخد الأخيرة. نكمل. 13 اتينيرير جو برون بور اللي على جار، خط السير انت بتاخده عشان توصل للايه للمحطة. طيب هنا اتينيرير مفرد مذكر هناخد كيل الاخيرة. لا فامي باس لي فاكونس، العائلة تقضي الاجازة كندا، كندا دولة مفرد مذكر تاخد او كندا. يا علي لا رو اوبرا تو دروا، شارع الاوبرا طوالي، يبقى خد شارع الاوبرا طوالي تبقى برون اللي فيها اس في الاخر، ما نحذفش الاس ليه؟ لانها مجموعه ثالثه، فيرب بروندر مجموعه ثالثه. اربعه دون زين سومين، في خلال اسبوع، اللي هم دو لبان، من لبنان، هم سوف ياتوا من لبنان. يبقى فيرب اللي متصرف معاه شكله ايه يا استاذ؟ الاولاني ده فو فينير، سوف ياتوا. خمسه دون مومباي، في بلدي اليا دو فيل، مدن، يوجد مدن جميلة. طبعا فيل جمع مؤنث يبقى ناخد جولي الأخيرة اللي هي جمع مؤنث. اونيتي في الصيف، جو في أنا أمارس كومبينج على مونتاني، التخييم فين؟ في الجبل. طبعا كلمة كومبينج كلمة مفرد مذكر ناخد دو كومبينج. سبعة جو دوموند أ مون أمي، أنا بطلب من صديقي دو أن تو دروا، يمشي طوالي. ناخد هنا فيرب مارشي في المصدر لأن عندي بعد حرف الجر دو يأتي الفيرب في المصدر، تمام، وعندي كمان فعل في الأول اللي هو دوموندي يسأل أو يطلب. رقم 8 دوما غدا جو ني في با فير سكي، بكرة أنا سوف لن أمارس السكي اللي هو التزلج. يبقى هنا الجملة دي يا شباب هتتأثر بالنفي إذا اختار دو. الجملة الأخيرة يا شباب اونوتون، في الخريف ليزار بيرسون، الأشجار بتكون أورانج برتقاني. طبعا هنا اللون مفرد مذكر إذا ناخد اون أورانج يبقى دي الأخيرة. وكده نكون انتهينا من درس النهاردة يا شباب، بالتوفيق إن شاء الله. أتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس دوت، ولو أنت استفدت اضغط لايك للفيديو وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدل زمايلك على القناة وتعرف إن الدال على الخير كفاعله. كان معاكم مسيو خالد الزق من قناة مسيو أونلاين. وختاما لا تنسوني من صالح الدعاء، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.